وعجبتني شغله ثانيه ان كل الشوارع احمد ما يطيح وجايب ما عندنا غيرك يا العز. بسم الله تشينغون تشينغ تقول لي لا 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 حاليا احنا رايحين النفق. بسم الله مني ليش مني احنا بالمترو هذه لو مو جذب حولي تطلع عاديه فما ادري ايش السيستم يا خرب. نيهاو عبد الله زياده. انا اليوم وصلت الصين مو اليوم امس ولا اليوم وصلنا ما ادري والله الساعه البيولوجيه عندي اختربت. مسوين اماكن كبيره جدا محكومه وتدشها في سكيورتي تشيكون انت منو عندك الكريديشن ما عندك يمك الخضار ويمك العمار شنو تبي مق يا جماعه انا بالشارع بس خليني اقول لكم ليش انا قاعد امشي بنص الشارع. الشوارع اللي هني فاضيه ليش مسكرينها اللجنه المنظمه عشان تسهل عمليه مرور اللجان الاعلاميه اللجان الرياضيه اللاعبين كلها في باصات معينه وفي عندك سيركل تدور فيه الباصات بشكل فاضي. وانا الحين على الخط الاصفر شوفوا جمال الديره قصه الذره امس واحنا قاعد نمشي بالطريق تخيل شارع وعمارات وكذي بالنص حديقه كامله كلها ذره. يعني انت اذا مثلا نقصك شيء تبي رويد فيجل ما شنو تقدر تلقط من هني امورك طيبه. انا بعدين شفت شغله ثانيه دائما في عندك مثلا مدينه لازم يكون يمها نهر ما ادري اذا صناعي ولا مو صناعي ويمها لازم يكون مساحه خضار كبيره. الجو جميل يا ربع الجو تعودت على هذا الرذاذ ولكن برد شويه الحين يعني في قرصه برد خفيفه فاحنا مستمتعين بالجو ومستمتعين في بطوله اسياد اسيا لان الصين غير. مثل ما انتم شايفين يا ربع شوارعهم كلها براند البطوله كل مكان شوفوا كبار صغار على محطة البنزين على الباصات كل مكان بالمدينة هذه على براند البطولة شيء جميل يدرس يدرس يدرس. طبعا هذه دورات المياه متنقلة والله العظيم مهم بالحياة دورات المياه هذا موجودة هنا وحاطينهم براند البطولة وفي ابلكيشن اسمه علي بي تحطه بالبطاقة نفس الابل بي ولكن هم عندهم الخاص فيهم اللي هم علي بي. تكنولوجيا جميلة جديدة. وفي شيء ثاني لما يمشون هم لما يطلعون كلهم يمشون اثنين اثنين ورا بعض شوفهم هناك يعني مثلا كلهم يمشون ورا بعض وانتظام اذا هم جروب منظمين بطريقه تخرع. يعني انا ما اتوقع بجنوب السرط يطلع ابوي وامي واخواني كلهم ورا بعض. نيها نيها ما يرد تقدر تتكلم بديرته. قاعد اطالع العمارات وقاعد اركز عليهم العماره تجيك صبه واحده يعني صبه واحده ما شلون جميله هي جميله بس صبه واحده كذي وبعدين ما ادري شلون يخلون يعني يخلون واحده كذي واحده كذي واحده كذي وكل عماره يعني كل عمارات الكومبلكس تحت في خدمات جميله جدا. بنشوف تجربه المترو عندهم خلينا نشوف جماليته خلينا نشوف الاوضاع بروح نتغدى ميت يوع الاكل لك عليه شويه هني ولكن باذن الله راح نلاقي مكان طيب لان ميت يوع بطيح حمد بطيح باكل لا اطيح ولا ورا بس وناسه المكان صح؟ حلو الصين حلوه ترى والله حلو وخصوصا الصين الغربيه ولا الشرقيه؟ طبعا اللي عنده كريديتيشن نفس هذه يروح كل مكان فري يعني تقدر تستخدم المترو فري تدش اماكن معينه فري تاخذ باص فري كل شيء في هذا الكريديتيشن. طبعا عشان تدش المترو دائما المتروات الاماكن اللي تصير زحمه بالنص يطلعون وبالاجناب يدشون الناس عشان يصير بسرعه. ودي مترو بالكويت على الاقل اطلع من بيتنا اروح الجريده بمترو انزل عند محطه طال عمرك الري واخذ تاكسي واجيكم. الحين احنا ركبنا النقطه هذه راح نروح نقطه ثانيه ونغير المترو عشان نوصل للمكان اللي احنا بيه بنروح نتغدى. يعني هذا المترو نوصل عند محطه رقم 9 اللي هي سان بوا شيء كذي اذا كذا الله خرعت اي ما لا تعطيني كذا لا يحقك شيء. هاي هاو ار يو صورها شوف هذه شوف هذه صورها طبعا عندهم نيها الكل بحاله بالمترو بس احنا ازعاج والله العظيم الكل ماسك تليفونه وهادين وما في حتى برا اغلب الشواء اغلب السيارات كهرباء فما تسمع ضجيج ما في ضجيج مدينه متروسه عالم بس ما في ضجيج شيء جميل صح؟ والله شيء جميل ما في ضجيج نهائيا. انا يمكن ازعج واحد بالصين الحين حاليا نمبر 1 بالازعاج يمكن يعطوني ميداليه.
العثيمين. والله ذو ذو اللي يتكلم يعني بس عايز يسولفون كذي، يمكن ما يسمعون فصوتهم عالي ما ادري. شوف شوف هذا العايز، شوف شوف الكبار بالعمر، شوف هاي نياو نياو، شوفهم 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 وصلوا كلهم كبار بالعمر، هذول الكادحين صح؟ كبار بالعمر يشتغلون ومترو ويمشون وشغل جميل يعني. بغيت اطيح قرعتني. كل ما نروح مكان شير الامور طيبه، بس اذا ضاع منك شيء بهالشنب يقول لك اياه. تدري ليش؟ لان كل شيء مراقب بالكاميرات. الحين وانا يمكن في يمكن ولا 5 كاميرات 6 كاميرات، فنظام امان شيء جميل. الشوارع حلوه، شوارع تعطيك شويه على مصر، تعطيك شويه على لندن، تعطيك شويه على دبي، ففيها كل يعني جميع 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 الدول بدوله واحده. فوناسة الجو جميل، الجو رذاذ. شوف رذاذ المطر قاعد مستمتعين. شوف رذاذ ينزل عليك. الله 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 يا الصين، الله يا الصين، الله يا الصين. عبيني عبيني هذا الشارع مال فيديو كليب والله. شوف ويا الصين يا الصين ويا الصين يا الصين. تشينغاو تشينغاو شنو نيهاو نيهاو هالبغالي شلونك؟ شلون اقول له مطر فلان؟ شلون اقول له مطر فلان؟ هذا مو مطر، هذا نعمه من الله. هذا رذاذ 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 صدقي يا جماعه. ما قاعد نتبلل، ما قاعد نتبلل 100%. شوف بس قاعد نبرد على روحنا. الجو ولا يعوف ولا يطوف. تدري ان كانت ثاني كانت من الدول اللي بخاطري والله العظيم. انا قاعد امشي غيري عشان التصوير، بس مكان عجيب.